عبارتا كما نقول لك أو كما يقول لك أضحت بمثابة كلمتي لغز في تصريحات مختلف لاعبي البطولة على اختلاف أنديتهم، على الرغم من أن تواجدها يكون على الدوام في سياق غير سياق الكلام الصحيح في فوضى كلام حقيقية. ياسين العسنوني، ان شاء الله كما يقولوا كما يقولوا كما يقول لك تختلف النوادي وتختلف معها تصرفات ومستويات لاعبيها، وعلى ضوء هذا يحدث الاختلاف وحتى الصدام، لكن المسلم به والمتفق عليه بين لاعبي البطولة هو اشتراكهم في تصريحاتهم والتي تبدأ وتنتهي بكلمة سر أو لغز كما يقولوا يتفق عليها اللاعبون في ضرورة تكرارها في تصريحاتهم، ليخيل لك منذ الوهلة الأولى أن الأمر مدبر. كما نقولوا احنا كما نقول لك مقابلة كما نقول لك هي كلمة السر في تصريحات لاعبي البطولة، أين تتكرر هذه الكلمة على لسان اللاعبين لأكثر من 5 إلى 6 مرات في ظرف زمني جد قياسي. كما نقول لك مقابلة يكون يقول لك بيان موتيفي راح نلعبوا كما يقول لك مع رائد راهو كما يقول لك كما يقول سلسلة النتائج الإيجابية. ظاهرة لسانية إن صح القول بذلك لم تقتصر على كلمة كما نقول لك، بل تعداه الإبداع إلى كلمات مشتقة منها على غرار. مش حاب نقول لك كما نقول لك الأسبوع هذا كما يقولوا الحمد لله إن شاء الله كما قلت. وبين الكلمتين المتداولتين بقوة واللتان لا مكان لهما في مغزى وسياق كلام هؤلاء اللاعبين، ما قولك يطرح التساؤل عن السبب. مع مثلا فهمتني أتعارف إلى آخره، هذه تعتبر اللوازم أو ما يعرف باللغة الفرنسية لوريفرا، إذا تكررت كثيرا كما في حالة اللاعبين قد تشير إلى عجز في الأداء اللغوي، أن الإنسان غير متمكن من الانسياب في لغته بطريقة سلسة وبطريقة تفهم أحسامها. لكننا نطرح بدورنا سؤالا بريئا كما يقول كل واحد شكون اللي راهو يقولكم؟ مش حاب نقول لك كما نقول لك الاسبوع هذا كما نقولوا الحمد ان شاء الله كما قلت ما قلت كما قلت